بعد كشف نوايا النظام التركي الخبيثة، بحث السوريون والتي كنا قد حذرنا منها مرارا وتكرارا بأن تاجر العثمانية الجديد لم ولن يكون صديقا حميما للشعب السوري، كما يدعي بل يعتبر أو يعتبر السوريون سلعة للبازار في أسواق عرضه وطلبه مع أوروبا والغرب. ها هي ذي القوافل السوريين تتحضر لتهاجر إلى بلد ينعم بدفء الأمن والأمان بعد خريف مظلم قارس من التمييز والعنصرية في تركيا. فما التفاصيل وإلى أين وصلت تحضيرات هذه القوافل وما خياراتهم حال أغلقت أوروبا أبوابها في وجههم؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. بهذا الصدد ينضم إلينا من كوفنتري الأستاذ رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي، مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. يعني كمرصد حقوقي وكمواقع حقوقية ومراكز حقوقية ومؤسسات إعلامية، لطالما حذرت من مغبة متاجرة النظام التركي بورقة اللاجئين السوريين وبالسوريين الذين يعني هربوا للبحث عن أمن وأمان. أستاذ رامي، ها هي اليوم تفضح كل النوايا الخبيثة للنظام التركي. النوايا الخبيثة تفضح. أولا صباح الخير. بالنسبة للذين كانوا يعتقدون بأن أردوغان هو قائدهم وسيدهم، ولكن سيدهم عفوا، لكن بالنسبة لنا كانت نوايا أردوغان الخبيثة والنظام التركي هي واضحة منذ البداية، منذ أن تحدثت بهذا الأمر مرارا وتكرارا. رأيت بالعين المجردة كيف تدخل المخابرات التركية عشرات آلاف الجهاديين إلى الأراضي السورية منذ أواخر العام 2011، وهي أغرقت سوريا بالجهاديين من أجل الحصول على ورقة قوية في المنطقة. لكن بعد ذلك دمرت سوريا بالتعاون ما بين أردوغان وبشار الأسد، وبعد ذلك أجرى بالديموغرافيا السورية، وقام أردوغان بالحصول يعني إقامة اتفاقيات مع فلاديمير بوتين إلى أن كرس احتلاله إلى مناطق في سوريا. لكن اليوم نعود إلى الشق التركي وشق المهجرين وشق اللاجئين السوري في تركيا. هؤلاء هم الملف الذي تاجر فيه أردوغان بشكل كبير جدا. صحيح. شاهدنا في العام 2016 عندما تاجر أردوغان بالطفل يعني الآلان الذي وجد على شواطئ البحر، كيف حول البوابات التركية إلى أوروبا من أجل الحصول على الأموال، كيف قتلت الجندرمة التركية مئات اللاجئين السوريين الذين حاولوا الدخول إلى الأراضي التركية. أي أن ملف اللاجئين هو ملف كان للتجارة والمتاجرة بالنسبة للحكومة التركية التي تدعي بأنها هي تأوي اللاجئين السوريين وأنها هي التي يعني تقوم بأخذ هؤلاء اللاجئين بالأحضان، بينما الواقع بأن تركيا وراء هؤلاء اللاجئين حصلت على مليارات الدولارات واليوروهات من الدول الأوروبية والدول العربية تحت ذريعة حماية اللاجئين السوريين. طيب، اليوم السوريون في تركيا يتحضرون لقافلة، ربما أطلقوا عليها قافلة النور أو أي اسم آخر، لكن يتحضرون لقافلة كبيرة جدا وضخمة لتتوجه إلى أوروبا، هربا من التمييز العنصري في تركيا، هربا من الظلم في تركيا. طبعا أستاذ رامي، وأنتم في المرصد قد تحدثتم عن أيضا موجة هجرة من داخل سوريا باتجاه الأراضي التركية، يعني بغية الوصول أو بهدف الوصول إلى أوروبا. أستاذ رامي، هذه الهجرة الكبيرة للسوريين سواء كانت من الداخل أو من تركيا، كيف توثقونها في المرصد السوري أو كيف ترون؟ يعني هي يعني كنا نأمل أن يعود السوريين إلى الأراضي السورية، كنا نأمل عندما انطلقت الثورة السورية أن نعود نحن إلى الأراضي السورية، وإذا بها سوريا تفرغ من سكانها، وإذا بها بهم اللاجئين السوريين يبحثون عن ملاذ آمن خارج دول الجوار باتجاه أوروبا. لكن نعود إلى الشق التركي هنا واللبناني حقيقة الأمر، ونحن شاهدنا بأن ليس فقط يعني جماعة حزب
الله وجماعة ميشيل عون هم الذين يدعون السوريين للعودة إلى سوريا، بل أن الذين هم معارضين لحزب الله ومعارضين لميشيل عون اتفقوا على السوريين في لبنان. ولكن أيضا في تركيا أردوغان أيضا يريد أن يزاود على المعارضة التركية بملف اللاجئين السوريين، ويقول بأنه سوف يعيدهم إلى مناطق الاحتلال التركي في الشمال السوري. شاهدنا الآلاف أجبروا على العودة إلى هذه المناطق، ولكن هم الآن يبحثون عن طريقة للخروج من سوريا عبر تركيا باتجاه أوروبا. طيب أستاذ رامي، يعني اليوم القافلة التي تحضر في تركيا، هل لا زال هناك أمل في أن تفتح أوروبا أبوابها لهذه القافلة؟ من الصعوبة جدا الأوضاع الأوروبية الآن نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية هي صعبة جدا، ولا أعتقد بأن الأوروبيين في ظل عدم وجود بروباغندا إعلامية أو عدم وجود يعني فقط مصنف يعني مسلطة باتجاه أوكرانيا، هم سيقبلون بأن يأتي هؤلاء اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة باتجاه أوروبا، وخصوصا بأن الملف السوري لم يعد من أولويات أوروبا. صحيح. لم يعد من أولويات الإعلامية الأوروبية أقله، حتى لو كان من بعض الدوائر الإنسانية لا يزال ملف مهم، لكن دعنا نقول إذا ما اهتم الإعلام بهذه القوافل سوف ترسل رسالة إلى بعض الدول الأوروبية المنشغلة بهمومها الاقتصادية. طيب اليوم ما خيارات هؤلاء أستاذ رامي كمرصد حقوقي، يعني تتابعون الأوضاع الإنسانية السورية، ما خيارات هؤلاء في حال لم تلبي أوروبا تطلعاتهم وأيضا يعانون ما يعانونه داخل الأراضي التركية أستاذ رامي؟ الخيار الوحيد بأن يكون هناك انتقال ديمقراطي في سوريا، وأن يعود السوريون يعودوا إلى وطنهم وأن يبقوا في سوريا. وإذا ما قلنا بأن الخيار أن يهاجروا إلى أوروبا، من سيبقى في سوريا وإلى لمن ستبقى سوريا؟ أردوغان احتل مناطق من الأراضي السورية، وهم الآن يضغطون باتجاه تفريغ المنطقة من سكانها. من يريد أردوغان أن يسكن في هذه المناطق المحتلة من قبل تركيا؟ هل يريد أن يكون تغيير ديموغرافي يتماشى مع الأحلام الأردوغانية بأن يكون هناك منطقة محتلة سورية قد يكون هناك ضمها إلى الأراضي التركية في حال كان انهيار كامل للمنظومة في داخل الأراضي السورية؟ ودعنا نقول اليوم في سوريا نحن لدينا أربع حكومات، حكومة دمشق التابعة للنظام، حكومة الإدارة الذاتية، وحكومة مناطق الاحتلال التركي، وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. أي أن الواقع السوري الآن مقسمة بصورة أو بأخرى. لذلك أردوغان يعمل على قضية التغيير الديمغرافي، ولكل من يقول بأن أردوغان ليس لديه أطماع في تركيا هو واهم. الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من كوفنتري، شكرا جزيلا لك. من عمان ينضم إلينا الأستاذ عاصم الزعبي المحامي والناشط الحقوقي. أستاذ عاصم مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. يعني أطماع كبيرة ومخططات خبيثة نفذها النظام التركي، كان العديد من المؤسسات الإعلامية، الإعلاميين، الناشطين السياسيين والحقوقيين أيضا قد حذروا منها منذ انطلاق الأزمة السورية. ها هي ورقة المتاجرة تعود إلى الواجهة، متاجرة بمصير السوريين، بأزمة السوريين وبقضية السوريين أيضا. أستاذ عاصم. لا صباح الخير. أهلا بك. شكرا لك أستاذي الكريم. لا، بالنسبة لموضوع تركيا واللاجئين السوريين، الموضوع اللاجئين أصلا يتم استخدامه كورقة سياسية منذ نحو عام في تركيا من أجل الانتخابات بشكل رئيسي، ولاحظنا أن جميع الأطراف بتركيا إن كان الحكومة التركية أو المعارضة حساب المعارضة التركية يعني تعمد لاستخدام اللاجئين من أجل الترويج لها للانتخابات. لكن موضوع فتح طريق للاجئين نحو أوروبا يعني مشكلة كبيرة، لأنه أصلا الدول الأوروبية حاليا ترفض استقبال لاجئين سوريين. لذلك الذي سيحدث أنه هؤلاء الأشخاص أو اللاجئين الذين سيتوجهون لأوروبا سيخضعون للاعتقال بالمعسكرات باليونان، يعني شيء مؤكد، ومن ثم تتم إعادتهم إلى تركيا مرة أخرى، وتركيا في هذه الحالة ستعيدهم إلى الداخل السوري. يعني اليوم نتحدث عن أرقام كبيرة، نحو 3.7 مليون لاجئ سوري في الأراضي التركية. أستاذ عاصم، هذه الأرقام ما هي خياراتهم؟ يعني اليوم أن النظام التركي يحاول إعادتهم قسرا إلى سوريا التي هم أصلا قد هربوا منها من ويلات الحرب في الداخل السوري. أستاذ عاصم،
لا، في نقطة مهمة قانونية الحكومة التركية يعني بتعتمد عليها بهذا الموضوع. تركيا عند توقيعها أو مصادقتها على اتفاقية اللجوء الخاصة لعام 1951 صادقت عليها بشكل مكاني أو جغرافي، خلينا نسميه، وزماني. يعني أي لاجئ ممكن يأتي إلى تركيا من دول أوروبا أو من دول أخرى فهو لاجئ بحسب هذه الاتفاقية. أما أي شخص يأتي طالبا للجوء من الدول العربية بشكل خاص أو الدول شرق المتوسط أو الدول الآسيوية فهو يخضع لنظام الحماية التركية، عرفت شلون؟ لذلك لا يعتبر لاجئ. هاي النقطة اعتمدت عليها الحكومة التركية وصادق عليها البرلمان التركي بنيسان بال2014. لذلك تم اعتبار السوريين يخضعون للحماية المؤقتة. يعني كلنا نعرف المصطلحات التي أطلقتها الحكومة التركية بداية اللجوء السوري كضيوف ومهاجرين وأنصار وهذه الأمور. وحاليا من هذا المنطلق تتحكم الحكومة التركية بهذا الأمر. لا، الخيارات الموجودة أمام السوريين كالتالي: الهجرة نحو أوروبا يعني راح تكون هجرة صعبة، سيخضعون للاعتقال في المعسكرات اليونانية أو بلغاريا أو غيرها من الدول. الخيارات الأخرى سيتم إعادتهم قسرا وفق المخططات التركية خلال العام القادم إلى سوريا. لذلك يبدو أنه من الخيار الأفضل أنه من يستطيع العودة إلى الشمال السوري فليعود على الأقل حاليا، يعني أن يعود طوعا أفضل من أن يعود قسرا. طيب اليوم يعني النظام التركي أو حتى المعارضة التركية التي تحاول كسب ورقة إعادة اللاجئين شعبيا للانتخابات القادمة أستاذ عاصم، هل فعلا يعني النظام التركي يريد كسب هذه المعركة من خلال ورقة اللاجئين، وهل فعلا سيكسبها من خلال متابعتكم؟ لا، الحكومة التركية الحالية يعني تستغل أكثر من نقطة، تستغل موضوع اللاجئين، تستغل موضوع إنشاء المناطق الآمنة بحجة حماية الأمن القومي التركي، تلعب على هذه الورقتين بشكل رئيسي. وكلنا يعلم أنه الشعب التركي يعني مثل بقية الشعوب خاصة بالمنطقة تتأثر ب عندما يكون الكلام عن موضوع الأمن فهو يعني سيكون جدا مؤثر بهذه الشعوب. لذلك من المرجح أن تستفيد الحكومة التركية الحالية في الانتخابات الحالية، خاصة أنه أحزاب المعارضة أثبتت خلال الانتخابات السابقة يعني عدم جديتها وعدم وجود برامج حقيقية تلائم تطلعات الشعب التركي. طيب اليوم يعني كمنظمات حقوقية أو جهات معنية بحقوق الإنسان، ما الواجب عليها مع هذا الرفض السوريين طبعا العودة إلى سوريا وطلبهم اللجوء إلى أوروبا؟ ما الواجب على الجهات الحقوقية اليوم في ظل هذه الظروف أستاذ عاصم؟ على الأقل يجب على المنظمات الحقوقية السورية والدولية أن تقوم برفع هذه الانتهاكات بين قوسين خلينا نسميها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لها تأثير كبير على السياسة التركية في مجال اللاجئين على الأقل، يعني هذا الأمر. على السياسة التركية يعني لا خيار لأن تقوم أوروبا باستيعاب عدد من هؤلاء السوريين أستاذ عاصم؟ لا، موضوع استيعاب اللاجئين السوريين من الممكن أنه يتم استيعاب عدد بسيط منهم، لكن في عندنا نقاط أخرى. إذا بدنا ننظر للغزو الروسي لأوكرانيا، يعني نتج عنه لجوء ملايين الأوكرانيين إلى أوروبا. يعني كمان في نقطة ثانية أنه عم بيتم خروج آلاف السوريين حاليا عبر ليبيا بدعم من قوات حفتر وقوات فاغنر الروسية، وبيتم تهريبهم لإيطاليا. هؤلاء عم بيشكلوا ضغط كبير جدا على 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 أوروبا من جنوب القارة الأوروبية. يعني نحن إذا بدنا ننظر للتقارير الحكومية الإيطالية اللي عم تصدر مؤخرا أنه في أعداد كبيرة، أعداد هائلة عم توصل. الحكومة الإيطالية ما عم بترجعهم، فهذا الأمر كثير مهم. وفي نقطة ثانية لازم نوضحها، أنه نعم يعني في حكومات أوروبية حاليا اتخذت قرارات بإعادة عدد من اللاجئين أو نقلهم إلى صحيح دولة ثالثة اللي هي رواندا. فهناك عدم قبول أصلا حكومي
وشعبي أوروبي لمزيد من اللاجئين بصرف النظر إن كانوا سوريين أو أفغان أو عراقيين أو أي جنسية أخرى. نعم الأستاذ عاصم الزعبي المحامي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا الكرام، وفي ملفنا الثاني لليوم 19 تواليا استمرار حملة الإنسانية والأمن بمخيم الهول، والتي تواصل من خلالها قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا إجراءاتها الأمنية في إطار المرحلة الثانية من الحملة. فما الذي تحقق إلى الآن وما الحلول المطروحة على الطاولة، وهل من نوايا دولية للمساعدة بحل هذه المعضلة ونهائيا؟ أسئلة أوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. بهذا الخصوص ينضم إلينا من شمال شرق سوريا الكاتب الصحفي الأستاذ منذر محمد. أستاذ منذر مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إذا لليوم 19 تواليا حملة الإنسانية والأمن مستمرة في مخيم الهول، إلى أين وصلت هذه الحملة؟ ما الذي تحقق إلى الآن؟ مجمل التفاصيل حول الحملة أستاذ منذر. بداية تحية لك ولسادة المشاهدين، يعني أهلا بك. كما أنتم تفضلتم أيضا في مقدمة الخبر، يعني الحملة ما زالت مستمرة ويبدو أنها ستستمر لعدة أيام أخرى. خلال هذه الأيام وفي المحصلة تم يعني إحباط المخطط الذي كان هو معد لإعادة إنعاش داعش، ومثل ما يعني مخطط شبيه لما حصل في سجن الغويران بداية هذا العام، وتم إفشال المخطط من خلال الاستحواذ على الأسلحة والقنابل والأربيجيات ومختلف صنوف الأسلحة. تم ضبطها داخل المخيم مع شبكة اتصالات وهواتف نقالة وما إلى هنالك. وإلى بالرغم من كل هذه الضبوطات التي تمت ضبطها واستحواذ عليها، ما زالت الحملة مستمرة إلى الآن. يعني بالمجمل نستطيع القول بأن ما كان هو مخطط من قبل خلايا نائمة سواء داخل سواء خارج المخيم على علاقة مع داخل المخيم وبالتعاون ورعاية من قوى إقليمية في المنطقة، نعم. تم إفشال هذا المخطط. طيب ما مدى خطورة المخططات التي كشفت في مخيم الهول مؤخرا مع يعني سير عملية أو حملة الإنسانية والأمن أستاذ منذر؟ هل فعلا كان هناك نوايا لشن هجمات؟ كان هناك نوايا للخروج من المخيم أو لافتعال جرائم داخل المخيم وخارجه أستاذ منذر؟ يعني مدى الخطورة تكمن في أنها من خلال ما تم ضبطه داخل المخيم، ما تم من اعترافات وإلقاء القبض على خلايا والمنتحلين بخلايا يعني متنحلين بلباس نساء داعشيات داخل المخيم، وتم إلقاء القبض عليهم والكل رأى زلت تلك المشاهد. يعني يدل على وجود، كما أسلفت منذ قليل، يعني وجود مخطط طويل الأمد تهدف من خلال داعش والقوى التي تقف خلف هذا التنظيم إلى إعادة إنعاشه بغية تحقيق مطامع وتغيير الخارطة في شمال شرق سوريا، الخارطة السياسية والعسكرية. طيب من خلال ورقة داعش. نعم، هل من جدول زمني لانتهاء حملة الإنسانية والأمن؟ يعني ما الذي بقي من مخيم الهول لم تطاله الحملة بعد أستاذ منذر؟ والله يعني بالها يعني أنا حسب اعتقادي أن يعني الحملة
التفتيش وإعادة ضبط الأمور داخل المخيم برأيي سيستمر، ولكن المدة الزمنية لانتهاء الحملة يعني مدة 5 أيام أم نعم يعني ما المدة الزمنية، يعني باعتقادي يتعلق بالجهات الأمنية والعسكرية صحيح. ضمن قوات سوريا دي. يعني لم يضعوا هذه القوات الأمنية لم تضع بعد أي جدولا زمنية لانتهاء الحملة أستاذ منذر. لم يضع، وهذا دليل يعني إن يشي بأن هناك يعني هناك أمور أخرى وهناك مراحل نعم أخرى نعم من إعادة التفتيش والضبط الأمور والأوضاع داخل المخيم، وربما يكون من يعني إعادة تنظيم هيكلية هؤلاء الفيز والقطاعات داخل المخيم من جديد بعد الانتهاء من الحملة باعتقادي. نعم الأستاذ منذر محمد الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه التفاصيل والإيضاحات، كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا، شكرا جزيلا لك. من شمال شرق سوريا أيضا ينضم إلينا رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية الأستاذ شيخ موس أحمد. أستاذ شيخ موس مرحبا بكم في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إذا حملة الإنسانية والأمن لا تزال مستمرة في مخيم الهول، هل كنتم تتوقعون بكل هذا الحجم من الخطورة التي كان يخفيها مخيم الهول أستاذ شيخ موس؟ نعم بكل تأكيد، يعني نحن حذرنا المجتمع الدولي وحتى التحالف الدولي بأن مخيم الهول هي بؤرة لتنظيم داعش، إلى جانب أيضا هي مدرسة لإعادة تأهيل الأطفال والنساء من جديد. فكما تعلمون يعني والمجتمع الدولي يعلم أيضا، عندما اعتمد أبو بكر البغدادي على مخيم الهول وبعث برسالة صوتية قبل مقتله بأن يجب عليهم إعادة تنظيم صفوفهم من جديد وممارسة فكر وأيديولوجية التنظيم، إلى جانب أيضا تربية الأطفال على حمل السلاح والمحاربة، كونهم يشكلون الجيل الثالث بالنسبة للتنظيم. فلذلك نحن حذرنا المجتمع الدولي بأن خلايا تنظيم داعش تنشط بشكل كبير، وبالتزامن أيضا مع التهديدات التركية على كامل الجغرافيات شمال وشرق سوريا. فكون مخيم هي تعتبر الدولة التنظيم الباقية بعد القضاء عليها في معركة الباغوس، لذلك توقعنا ما حدث في هذه الأثناء بأن هناك العديد من الخلايا الموجودة، إلى جانب أيضا ممارسة نشاطهم بشكل أو بآخر من خلال إنشاء محاكم، إلى جانب أيضا مدارس وأيضا حتى تطبيق أحكام على القاطنين الذين لا يرغبون بالعودة إلى التنظيم. طيب اليوم أستاذ شيخ موس، يعني هل هناك أي رؤية لإعادة تنظيم المخيم أو قطاعات المخيم أو توزيع يعني عوائل تنظيم داعش إلى نقاط مختلفة كي يتم ضبط الإيقاع داخل المخيم؟ يعني اليوم هذا العدد الكبير، هذا الكم الكبير المتواجد داخل المخيم، من الممكن أن يعني ينظم صفوفه، يخطط، ينفذ بعض العمليات، يعني عملية تقسيمهم ألا تكون يعني أكثر أمانا أو أكثر ضبطا على الأرض؟ بكل تأكيد، يعني تنظيم داعش لم يتوقف في إعادة تنظيم صفوفه، خاصة بعد أن لملم كما يقال جراحه في معركة باخوس. لذلك خلال السنوات الماضية أعاد تنظيم صفوفه من خلال ممارسة كافة شرائع، سواء كانت يعني تعليمية أو عسكرية، أو حتى أيضا تم استملاك الأسلحة كما ظهر خلال الحملة الإنسانية والأمن والإنسانية. فلذلك نحن اقترحنا على المجتمع الدولي وبالأخص التحالف الدولي والاتحاد الأوروبي منذ سنوات بأن تكون هناك إعادة تنظيم المخيم من جديد، كون عندما
تم استقطاب هؤلاء من باغوس، يعني يعني ظروف ما كان يعني ما كانت مجهزة إلى، صحيح. لكن خلال هاي السنوات كان يجب على المجتمع الدولي دعم الإدارة الذاتية في إعادة تنظيم المخيم من جديد. فكما تعلمون هناك تداخل بين النازحين السوريين وأيضا اللاجئين العراقيين، إلى جانب أيضا مخيم قسم المهاجرات الموجود أيضا في، لكن تنظيم داعش لديه الخبرة في التسلل سواء داخل قسم المهاجرات أو داخل قسم النازحين السوريين. فالحالات التي ظهرت من خلال اغتيالات ظهرت هي تدل بأن تنظيم داعش يعني لديه القدرة في التسلل والتغلغل في كافة قطاعات المخيم. لذلك على المجتمع الدولي دعم إدارة ذاتية في إعادة تنظيم المخيم من جديد. طيب اليوم يعني هل من برامج أيضا لدى الإدارة الذاتية أو لدى حتى المجتمع الدولي التحالف الدولي لإعادة تأهيل الجيل الذي لطالما تم التحذير منه بأنه الجيل القادم لتنظيم داعش لما يتشربه من أفكار وإيديولوجيا للإرهاب أستاذ شيخ موسى؟ هل يوجد أي برنامج توعوي أو إعادة دمج هؤلاء في المجتمع أستاذ شيخ موسى؟ يعني بالنسبة للإدارة لديها برامج يعني في هذا الجانب، خاصة مع النازحين السوريين الذين هم من مناطق إدارة ذاتية. فمنذ عام 2018 وحتى الآن الإدارة الذاتية أصدرت العديد من القرارات وأيضا قامت بإعادة رحلات العودة من داخل المخيم باتجاه مناطقهم، وهناك المجالس موجودة في كل منطقة أيضا تتابع شؤون هؤلاء، وحتى الآن لم تسجل أي حالة خرق أمني من قبل الذين خرجوا. أما باقي المناطق فعند هناك أيضا أكثر من 15,000 هم داخل السوري، إلى جانب أيضا هناك يعني ما يقارب 30,000 من العراقيين الذين أيضا هم بحاجة العودة إلى العراق، وأيضا 10,000 من المهاجرين الذين هم يعني هم أجانب أيضا في هذا القطاع. لذلك الإدارة الذاتية أنشأت مركزين لتأهيل الأطفال. جميل. لكن تخاذل المجتمع الدولي في أداء واجبه في قبل حدوث الكارثة، في خاصة كما تفضلت موضوع الأطفال، هناك العشرات الآلاف من الأطفال الذين يعني لا يتلقون التعليم وأيضا التربية حسب المجتمعات، يعني حسب المجتمع فقط يتدربون أو يتعلمون فكر تنظيم داعش وأيضا حتى أخلاقيات هذا التنظيم. لذلك يجب تأهيل هؤلاء الأطفال من جديد ودمجهم يعني حتى يكونوا يعني مؤهلين للاندماج في مجتمعاتهم في المستقبل. نعم. الأستاذ شيخ موسى أحمد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا، شكرا جزيلا لك. من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ عصام صبري الصحفي المتخصص بشؤون الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة. أستاذ عصام مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إذا حملة ربما هي الأضخم من نوعها داخل مخيم الهول حققت ما حققته من إنجازات على صعيد إفشال المخططات الإرهابية داخل المخيم، لكن هل هذا كافي بهذا التوقيت خصوصا نتحدث على الصعيد الدولي أستاذ عصام؟ يعني المجتمع الدولي ما الذي يلقى على عاتقه بهذه المرحلة؟ صباح الخير أستاذنا. أهلا. والله اللي أنا شايف من وجهة نظري أن اللي حصل في مخيم الهول مش كافي. فعلى المجتمع الدولي أساسا أول حاجة سحب رعاياهم، في دول رافضة أن هي تاخد رعاياها من مخيم الهول. صحيح. على المجتمع الدولي سحب رعاياها. ثانيا تدعم المجتمع الدولي مفروض ان يدعم قصد علشان تنظف عناصر الارهاب. يعني هم في الحمله الاخيره هدموا حوالي 98 خيمه كانوا جماعات الارهابيه بيقوموا فيها باجتماعات واصدار احكام بالاعدام. طيب استاذ دي نعم. طيب أستاذ عصام، يعني اليوم المجتمع الدولي على ما يبدو يعني غير آبه، أو على أقل تقدير إذا جاز لنا وصفه بالمتخاذل، بغير المهتم بما يجري على الأرض.
اليوم هذا الخطر لو لم تكن هناك حملة الإنسانية والأمن أو لم تقوم قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية وأيضا قوات التحالف بحملة الإنسانية والأمن داخل المخيم، ربما كان المخيم قابل للانفجار في أي لحظة، والجميع شاهد الكم الهائل من الأسلحة، الذخائر، الأشخاص المتسللين إلى داخل المخيم، وربما هناك أنفاق وطرق ملتوية لعناصر التنظيم كانوا يحضرون لها بانتظار يعني ساعة الصفر إذا صح التعبير للانفجار. أستاذ عصام، يعني التحالف الدولي رأى مدى خطورة المخيم بهذا التوقيت لكن لم يحرك ساكن على الأرض فعليا، الضغط طبعا على المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته. أستاذ عصام، هو المشكلة أن المخيم كبير وفي حوالي 68 ألف نسمة، منهم 10,000 من عوائل داعش يحملون 54 جنسية. المفروض المجتمع الدولي يساهم، أولا يسحب اللاجئين بتوعه من المخيم، نعم، علشان نقدر نقلل الخطورة. ثانيا يبدأ يدعم بطيارات، يدعم بكاميرات مراقبة، ده بالنسبة لقصد علشان يقدروا يسيطروا على المخيم، لأن المخيم لو انفجر هو قنبلة موقوتة يعني. أول حاجة بتقوم فيه غسيل أدمغة للأطفال، صحيح. تاني حاجة المخيم بيدخل له جميع الدعم اللي رايح للدواعش في شمال شرق سوريا داخل المخيم ده أو طالع عن طريق المخيم ده، سواء عن طريق عربات المية ومن مصادر خاصة، عن طريق حملات إغاثية إنسانية من داخل بتوصل لداخل المخيم محملة بالأسلحة والدولارات. وطبعا موضوع الأطفال بتاع داعش، أطفال داعش حاليا كبروا، في منهم وصل 14 سنة وفي منهم وصل 10 سنين. الناس دي مجهول النسب، ملوش أب يعترف فيه. مفروض الدول تعمل رعاية للكلام ده أو النقطة دي. الأطفال دول بيشكلوا خطر على العالم كله، والخطر مش هيبقى في شمال شرق سوريا أو العراق، بل دي قنبلة هتنفجر في العالم كله خصوصا في أوروبا. صحيح، وده اللي أردوغان بيحاول يهدد بيه أوروبا أو يضغط عليهم بيه اليومين دول. اللاجئين السوريين، اللاجئين من الدواعش، نعم، اللاجئين المغتربين من الدواعش، ان هو هيصدر، انا هصدر لك سوريين، هصدر لك ارهابيين من الدواعش، هيبوظوا الامن بتاع بلدك. فعلى المجتمع الدولي مراعاة نقطة زي دي. طيب اليوم حضرتك تحدثت بنقطة جدا مهمة وهو الكم الهائل من قاطني المخيم، يعني ألا يجب على المجتمع الدولي اليوم دعم الجهود ل يعني تقسيم، على أقل تقدير تقسيم هذا المخيم إلى قطاعات متباعدة نوعا ما كي يتم السيطرة عليها وأن تكون بأعداد معقولة ليس بعشرات الآلاف من هؤلاء؟ أستاذ عصام، حتى لو حصل تقسيم زي ما بيحصل دلوقتي في المخيم، لو حصل تقسيم على أرض الواقع ده برضو مش هيبقى علاج للمشكلة. علاج المشكلة إن هم يسحبوا رعاياهم، ده العلاج الجذر للمشكلة. يشوفوا الأطفال دي اللي هم مجهول النسب، ياخدوهم يدخلوا مراكز تأهيل، صحيح. لأن الأطفال دي بعد ما دخلت مراكز تأهيل طلعت برضو نفس مشكلتها، هي الفكر الداعشي والدعم الداعشي فقط لا غير. يمكن اتقبض على من حوالي شهر، قصد قبضت على كذا طفل بيحاولوا تفجير نفسهم في مناطق حيوية. فالأطفال دي قنبلة موقوتة. طيب أستاذ عصام، ما خيارات الإدارة الذاتية، قواها الأمنية والعسكرية في حال لم يلبي المجتمع الدولي هذه النداءات من قبل الإدارة الذاتية أو حتى من قبل يعني المنطقة عموما أو دول المنطقة عموما للالتزام بهذه التعهدات وإيجاد حلول جذرية لمخيم الهول؟ والله الإدارة الذاتية بتحمل على عاتقها هم كبير، اللي هو مخيم الهول ده، لأنه متجمع فيه أكتر حوالي 54 جنسية. طب هيروحوا فين في وسطهم؟ هم برضو عليهم على 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 كيالهم عاتق كبير. فالمفروض المجتمع الدولي يدعم الإدارة على الأقل، يعني بلاش مش عايز اسحب رعاياك، طب ادعم الاداره هتمسك عمليه التفجير هنا، تمسك، هتحاول تقلل الدعم عن انه يوصل للدواعش. طيب جميل، جرى الحديث في الاونه الاخيره عن محكمه دوليه لمحاكمه عناصر داعش، ايضا عن مراكز لاعاده تاهيل اطفالهم ودمجهم في المجتمعات وربما اعادتهم، لكن لم تلقى اذن صاغر. كل هذه الحلول التي طرحتها الاداره الذاتيه للمجتمع الدولي لم
يعني تلقى أذانا صاغية لديهم. بهذا التوقيت هل تملك الإدارة الذاتية أي أوراق ضغط على المجتمع الدولي كي تجبرهم على الالتزام بتعهداتهم؟ يعني اليوم الحرب ضد داعش ليست حرب عسكرية وانتهت في الباغوز أستاذ عصام كما تعلمون. الورق اللي مع الإدارة الذاتية دلوقتي اللي اضغطوا عليه بتقالي نفس الورق اللي مع أردوغان، إن أنا هصدر لك الناس اللي من جنسيتك، كل دولة هتاخد رعاياها، كل دولة هبعت لها رعاياها، ودول ما فيش دولة طبعا هتخاطر بأمنها الداخلي. ما فيش دولة هتخاطر بأمنها الداخلي إن الدواعش يدخلوها تاني. لكن الأطفال اليوم المعايير الأخلاقية أستاذ عصام، المعايير الأخلاقية والإنسانية ربما تفرض على الإدارة الذاتية أن تتحمل هذه الأعباء على أن تقوم بما تفضلت حضرتك. يعني حتى الحملة المطلقة في مخيم الهول هي الإنسانية والأمن، كيف للإدارة الذاتية أن تضغط بهذا الاتجاه أستاذ عصام؟ هتضغط طبعا بوجود 54 ألف أسرة معظمهم من النساء والأطفال، ده بالنسبة للوجهة الإنسانية اللي هتدخل بها الحملة اللي هتكون بقى الحملة، ان في حوالي 56 الف اسرة او 58 الف اسرة، في منهم 10,000 من الدواعش. معظم اللي في المخيم نساء واطفال. نعم. طيب على جميع الدول حتى تفضل، لا على جميع الدول حتى لو مش على المستوى ان هي تساعد ان هي تقضي على الارهاب، حتى على المستوى يعني داخل عليها شتاء، انت عارف خطورة الشتاء في المناطق درجات الحرارة بتوصل تحت الصفر. صحيح. فهي تساعد الإدارة الذكية تساعد الإدارة الذاتية تدعمهم. طيب أيضا هناك عراقيين أستاذ عصام، يعني هناك أعداد كبيرة من العراقيين، الحكومة العراقية أو الحكومات العراقية المتعاقبة اليوم على الرغم من وجود العديد من المخيمات داخل الأراضي العراقية، على الرغم من يعني تحرير كل الأراضي العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، لكن إلى الآن أيضا الحكومات العراقية المتعاقبة ليست الحكومة الحالية فقط لم تستعيد أي من رعاياها، أو حتى إن استعادت هي بأعداد صغيرة جدا أستاذ عصام، ألا يجب على الحكومات العراقية أو الحكومة العراقية القادمة أو الحالية أن تقوم بوضع خارطة طريق لإعادة هؤلاء اللاجئين العراقيين أستاذ عصام؟ ربما هو عبء مضاعف على الإدارة الذاتية. طبعا أكيد، لأن معظم المخيم من العراقيين اللي هم نزحوا لسوريا إبان حرب الخليج سنة 1990، فعلى الدولة العراقية أن هي تاخد رعاياها أو تدعمهم. يعني في ناس مش راضية رفض الخروج، الناس اللي رفض الخروج دي طب انا ادعمهم، طب ده من دولتي المفروض انا ادعمه ماديا، ادعمه انسانيا، ادعمه في كل حاجة. نعم. ده بالنسبة لحاجة معينة. بالنسبة لحاجة التانية، المصدر او المركز الازيدي رفض استلام رعاياه من الازيديات اللي هم انجبوا اطفال، رفض رجوعهم للعراق تاني باطفالهم، ودي طبعا مشكلة كبيرة، لان دي ست وانت حضرتك عارف معنى كلمه ابن. نعم. ازاي انت هترجعني واسيب اطفالي وفي منهم اللي معاها 3 اطفال و4 اطفال، طب هتسيبهم ازاي وتروح فين؟ فالمفروض العراق او دوله العراق تعمل تنسيق مع قصد ان هم يستلموا، يا اما يستلموا رعاياها يا اما يدعموهم، ده على الاقل. الحاجه الثانيه، الازيديين ياخدوا رعاياهم يقبلوهم بأبنائهم ويعملوا مراكز تأهيل في العراق ان هم يعيدوا تأهيل الاطفال دي. نعم. الاستاذ عصام صبري الصحفي المتخصص بشؤون الارهاب والجماعات الاسلامية المتطرفة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات وطيب هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة. أما لمواضيع أوسع فيمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net.